هذا مكان دائما نجي نصور بيه صور، هنا بعض الشباب يجون هنا يصورون. هذا معمل، ثالث معمل وثاني معمل بالشرق الأوسط، يعني أكبر معمل بالعراق. ظل مهجور، ما حد بحاله، متروك. معمل كبير شقد ما تصوره، يعني شقد ما تصوره هذا المعمل، ومتروك ظل هنا، ما حد يوصله، لا حد يجي. بيه هواي شغلات، يعني ما ادري شكك، والله العظيم اقول حرامات يعني تاركينا وهايكينا. بس راح اوريك اياهم وحده وحده. في مكاين، في كرينات، اشكال اشكال بي. معمل مهجور، هذا فرهد الشعب العراقي، مع احترامات للزينين في السقوط. ما خلوا شيء، ما باقوا من يمه، وهسه الله رزقهم بحكومة تبوق بيهم. عباكم عبارة كما تدين تندان، تكذب علينا لو هاي تضحك علينا. شوف اذا اروح هيك بعد غير امشي منا الباكر ما يخلص هذا المعمل. شوف حرامات اقول، يعني هذا هسه لو يشتغلونه يعيدون تصنيعه من جديد، ما يفيد الشباب هاي القاعده اللي على الطاله بطاله. هاك شوف معمل كبير حيل، بس اقول مع الاسف بلد ظل بس الاسم ماله. بي رافعات شقد، سكه كبير شقد، غراض بي شقد، يعني ما يخلص. انا اقول لكم هذا المعمل ما يخلص. هسه انا اتعب وامشي وها، لو راح ركض ما يخلص. بس اقول حرامات يعني هيك معمل بشرفكم انتم تشوفون هذا المعمل. ثالث معمل لو ثاني معمل بالشرق الاوسط، يعني على العرب كله. اقول حرامات. وكلها بعد هيك صرنا لا حول ولا قوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.